صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. سيد الرئيس، حضرات السادة، فضيلة الله، جئنا اليوم إلى ساحتكم المقدسة نحمل إليكم كلمة الشعب المصري بأسره الذي أنابنا ووضع في عناقنا أمانة الوكالة عنه ومنحنا شرف تمثيله له في تلك واحدة من أهم القضايا التي عرضت على القضاء المصري منذ نشأته، قضية تفردت بكل معاني التفرد عن سائر القضايا من حيث عدد المتهمين وعدد المجني عليهم وعدد الجرائم المثارة بها وصداها داخل الوطن وخارجه. إن نيابة العامة اليوم حين تقف بين رأفتي عبد ابن الكريم في مثل هذه القضية، وإنه لشرف للمجد من شرف، فإنها تنوب عن أفراد مجتمع جائع ذكر تاريخ يصبو إلى منصتكم العالية الشامخة ملتمسا إحقاق الحق وإزهاق الباطل على أيديكم. قضية ينشر فيها الشعب المصري إحقاق الحق الذي يعيش في ضماركم والعبد الذي يشربت نفوسكم به، وأقسمتم يمينا ولا أدبت كلما نطقت شفاهكم أو خطت أقلامكم. سيد الرئيس، حضرات السادة، قضاة الأجلاء، إن قضيتنا اليوم وما قويت عليه من وقائع انجسام حملنا أمانتها، وهي أمانة خطيرة تنمو بحملها الجبال الرواسي، ولكن خطرها تخوضه روعة ويخفها جلال يتأسى من يعرف الواجب ويسبو إلى حسن القيام. فبالأمس كنا بصددها محققين وعانينا ما تعانيه عدالتكم من مشقة استصهار الحقيقة واستخلاص نواقصها. نتلمس عظم البارئ الذي يعلم السر والأخفى، نستلهمه سبحانه وتعالى كما تستلهمونه عدالتكم صواب الرأي وطمأنينة اليقين. ولا غرو فهذا خطب النيابة العامة دوما، ولا تنظر إلا بمنظار الحق، وتلقي وراء ظهرها كل الآراء والأهواء والاعتبارات غير القانونية. ولكن قبل أن تقود النيابة العامة أغوار وقائع وأدلة هذه الدعوة، فإنها لا يفوتها التنويه إلى نبذة تاريخية عن وطننا العزيز مصر، حقيقة يدركها القاصي والداني، حقيقة فحواها أن أعداء مصر على مر العصور والأزمان أخذوا يتربصون بها ويكيدوا لها المكائد بالداخل والخارج، ولكنهم أعيتهم الحيل وعجزوا أن ينالوا منها، إذ كانت مصر دائما وأبدا عصية أبية على كل الطغاة والطامعين في كسر شوكتها واستئصال شهادتها أو سلب مخدراتها أو تغيير هويتها، وكانت بكل شموخ وهباء حجر الزاوية الذي يرتكز عليه شعوب الأمة العربية قاطبة في دخل البغاة والمحتلين وأعداء المروة أعداء الدين بسواعد أبنائها الأبرار المخلصين الشرفاء وجنودها البواسل، بل وكانت دوما وأبدا نبراسا ومحرابا للعلم والعلماء الربانيين ذوي الفكر الإسلامي الوسطي السمح الذي لا غلو فيه ولا تشدد أو إفراط أو تفريط، إلى أن منذ رأس القرن السابق بدا لنا في الآفاق جماعة الإخوان المسلمين، جماعة غفلت عن هذه اللمحة التاريخية بل وتغافلت عن سمة ومعدن أبناء وجنود الشعب المصري الذي تفرد عن سائر الشعوب وخيل إلى قيادات وكوادر وأعضاء تلك الجماعة لما يتمتعون به من فكر مريض سقيم أن بإمكانهم محو همية الدولة المصرية لتحقيق مآربهم الدنيوية الرخيصة وهي حكم البلاد والعباد، وزين لهم الشيطان أن سبيلهم الوحيد لتحقيق بغيتهم هو التترس خلف ستار الدين والاتجار به من خلال إطلاق بعض الشعارات الدينية البراقة التي تميل إليها شعوب الدول العربية والعالم الإسلامي بفطرتها، مثل شعار الإسلام والحل أو الخلافة الإسلامية، وسعت تلك الجماعة لخلق حالة من الهدوخية لنفسها، ودامت على استقطاب البسطاء من أفراد الشعب المصري من محب الله ورسوله، وعكفت على تزييف عليهم الدينية على مر عقود طويلة، وذلك لفرض هوية أخرى للدولة المصرية تتفق مع منظورهم للدين وفكرهم المتشدد المتطرف، ورأوا في أنفسهم الإسلام دون غيرهم.
وخيل إليهم أنهم أوتوا من العلم ما لم يؤت به الأولون والآخرون، ما لم يؤت به الأولون والآخرون، وأنهم جاءوا بالحق الذي لا مراء فيه، وأن ما دونهم الباطل الذي لا جدال فيه. ضلوا وأضلوا وأغلقوا عقول أتباعهم عن سماع أي قول يخالف قولهم أو لا يتبع منهجهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فقالوا حسنا. وهؤلاء صدق فيهم قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. ودار قيادات وقوادر هذه الجماعة على أن ينفذوا سموم أفكارهم للتحريض على مؤسسات الدولة وترويج الأكاذيب، وأطلقوا الدعاوى لإثارة الفتن بين طوائف الشعب المصري، فيشوهون حقائق الدين الإسلامي الحنيف من خلال اعتلاء أتباعهم منابر بيوت الله، وصاروا يخلطون عمدا بين كلمتي الشريعة والشرعية لاستقطاب البسطاء من العامة الذين ينصرون إلى ما ينطق به لسانهم برضا وتسليم، بل وبالإجلال والتعظيم، وذلك لتحقيق مآرب ومصالح سياسية لا تمت بصلة إلى الدين من قريب أو بعيد. وهؤلاء صدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على أمتي زمان يكون حبيبهم في مساجدهم لأمر دنياهم ليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم. صدقت يا نبي الهدى. جماعة كثر فيهم دعاة الباطل والفتنة، فغيبت على أيديهم معالم الشريعة الإسلامية لدى كثير من الباعين، فصار الحق باطلا والباطل حقا، واختلط الحابل بالنابل، وصاروا كمرض عضال يفك في عضد هذه الأمة سعيا إلى تجرذم وتناحر أبنائها، ومن ثم بادوا يشكلون خطرا دائما على وحدتها، مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لست أخاف على أمتي غوغاء تقتلهم ولا عدوا يجتاحهم، ولكني أخاف على أمتي أئمة المضلين إن أطاعوهم فتنوهم. صدقت يا رسول الله. بل لا أبالي القول إن خطر هذه الجماعة صار مستحيلا للدرجة التي يمكن مع القول أن هذا الخطر إن استطالت براثنهم إلى عمق هذا المجتمع ستخور دعائمه ويفنى وجوده ويحيا الأمان في مجتمعنا حياة الغريب، ولن يكون اتقاء شر تلك الفتنة إلا من خلال عدلكم بالقصاص العادل الرادع الذي يحفظ للدولة هيبتها، مصداقا لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وإلى يومنا هذا ما زالت هذه الجماعة تبث الفتن بين أبناء الوطن من خلال منابرها الإعلامية التي لا تبذل نفسها جهدا وتسعى سعيا حثيثا ليلا بنهار إلى استنهاض أذنابها في ربوع من هذا الوطن لتجعله ركاما من قوى من خلال التحريض على مؤسسات الدولة وإشاعة الأكاذيب المضلة لنشر الفوضى بين جميع أرباب هذا الوطن الغالي. إنهم وبحق أعداء هذا الوطن. وقاع الدعوة وقعد على سيد الرئيس حضرات السادة القوات الأجلاء، وذلك في ضوء ما جاء بمحاضر جمع الاستجابات وما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة وفق أقوال محرري محاضر الضبط والتحريات وكذا أقوال شهود الإثبات. وحتى لا أطيل على عدالتكم اسمحوا لي أن أسرد وقائع العوانة بإيجاز شديد دون إخلال بمطلوب.